السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ مرحبين معكم فهد الشيحة وعمران الحازمي. عمران الحازمي اليوم جايبين لكم حاجة جدا رهيبة. عمران، أنت جيمر؟ إي نعم. تحب تلعب جيمز؟ أحب دائما ألعب جيمز. طيب لما تلعب جيمز أنا عارف إنك دائما تروح عند أخوياك تلعب معهم. صحيح. طيب بس بجهازي الخاص. بجهازك الخاص؟ إي. لابتوب صح؟ إي نعم. لابتوب ألعاب جيمنج. حق جيمنج، متخصص حق جيمنج. زي هذا. إي نفس إي هذا. إي. أو صح. طيب. إي. الحين هذا بجدك تأخذ كل مكان معك؟ والله شو تسوي اذا لازم تروح في اي مكان وتلعب في اي زمان، وفي الطياره وفي السياره وفي بيتك وفي بيت خويانك، لازم تاخذ لك واحد زي كذا. ما في. طيب ما تحس انه قلق ولا ثقيل؟ هو قلق، هو ثقيل، يكسر الظهر. طيب دائما في الشنطه معك. وغير هذا شو المشاكل قاعد تصير؟ المراوح حقته صوته عالي، بعض الاوقات اكون في الطياره ازعج اللي حواليني. الطياره. وبعدين كمان بعض الاوقات يقولوا لي يا ابوي طفي الجهاز حقك ترك ولعت فينا. فلما احطه على هذه مشكله ثانيه، لما احطه على رجولي احس بحرارته. اوكي يعني يحتر معاك. يحتر معايا. وصوته مزعج. صوته مزعج لما شغل العاب. ثقيل بليه. هو اخذ شيء فيه انه ثقيل. طيب انا بريحك انا. لحظه، ايش كرت الشاشه حقك؟ تنيتي؟ تنيتي على يعني تنيتي يشغل لك كل العاب. يشغل لي عشان كذا اخذت حاجه كبيره. انت مرتاح. اي اخذت شيء كبير عشان يشغل العاب من الجانب. طيب انا اقول لك، ايش رايك؟ شيل هذا. اوكي. ايش رايك؟ هذا. ايش هذا؟ هذا لابتوب عادي. لا. ها. هذا جيمنج لابتوب. كيف هذا؟ انا اقول لك، اول شيء هذا الجيمنج لابتوب. اوكي. في 1080 وفي نوع 1060 وفي 1070. الصغير هذا. هذا. هذا النحيف. هذا النحيف. اللي انحف من جهاز. كيف تبي تقنعني بكرت شاشة زي هذا اللي هو اكبر من اللابتوب هذا؟ قاعد توريني ندخلك وسطه. عادي عادي، يعني شفت هذا الحين البليه ذا؟ اي. طيب هذا الحين انت قلت لي يخش فيه 1070 وهذا 1070 إيه قدامه. لا بس طبعا منطقيا هذا بكبره ما يحطونه بالجهاز ذا هنا. طيب ايش يسوون؟ ايش الحل؟ عندهم قطعه مخلين تشيب، هذا مغيرينه مخلينا تشيب، مصغرين لك اياها ومحطين لك تصميم معين. اصلا الجهاز كله مصممينه تصميم ماكس كيو. ماكس كيو تصميم هذا خاص بالفيديو. هذا التصميم له فوائد كثيره. اول فائده زي ما تشوف شكله نحيف. إيه فرق عن لابتوبك. يعني شوف هذا نحيف. كيف هذا؟ شوف لابتوبك هنا. شايف الفرق بينهم؟ فرق. طيب غير كذا طبعا خفيف، غير البليه حقك هذا الترانسفورمر. اوكي هذا اهم نقطه عندي، انه بليه، انه يكون خفيف. وايضا خلينا نقول كفاءته اعلى 70%. انت قلت لي انك تحط المعالج. يس. طب المراوح وينها؟ المراوح كلها موجوده، كل شيء موجود فيه. هذا تصميم خاص في انفيديا جديد مسوينه اسمه ماكس كيو. حلو. ميزته انه زي ما قلت الكفاءه اعلى 70% في الالعاب في الـ 4K. حلو. وايضا درجه حراره تكون اقل، مراوح جدا ممتازه بحيث انه ما يحتر عليك الجهاز ابدا. هذه النقطة الثانية انا ادورها. طب انت حليت لي المشكلة الأولى. أيه. الثقل. ايه الحرارة. الحرارة قلت لي تحطها على حضنك على أي مكان ما راح تحس فيها ابدا جدا. ابدا ما ابدا ما تحس فيها. النقطة الثالثة الأخيرة. ايش هي؟ صوت. الصوت. في الصوت عليه حق المراوح. أيوة. مو صوت الجهاز. فاهم عليك. حلو. ما في صوت. ما في صوت. كيف يعني؟ كيف ما في صوت؟ ايش التقنية ذي الرهيبة؟ في شيء اسمه سايلنت مود. بحيث انه التقنية انك تخلي يشغلك كل حاجه بكفاءه عاليه زي ما قلت لك. أوكي. والصوت يكون شبه معدوم. طبعا هو في صوت بس مره خفيف. مره جدا خفيف يعني ما تحس فيه. يعني صوت اللعبه بتصير اعلى منه. يعني صوت الطياره يغطي على الصوت المروح. يا عمي الطياره بتغطي على خلاص. صوت المروح هذا المهم. هذا اهم شيء عندي. اي اوكي جميل. اي فزي ما قلت لك هذا الشيء الجهاز من ماكس كيو. جميل جدا. عجبك طبعا. عجبني بس عندي سؤال اخير. يلا. الحين عندك ال 1080 و 1070، عندك الواط 180 واط، هذا الصغير كيف يدعم كرت الشاشه هذا؟ صح انه حقي الكبير بليه بس عشان بطارياته كبيره فيعطيك طاقه. التصميم ماكس كيو، ماكس كيو هذا غير لك كل شيء. يعني نفس المعالج غيروه وغيروا لك برضو البروده، يعني كله. يعني شوف هذا انسى شفت هذا بليه حقك هذا؟ انسى واخره ما انا دخل فيه. يعني دفسوه في وسط اللابتوب الصغير حقك بس بسلوك كويس. يس. اوكي طيب الشاشه، انا جيمر واحب الفريمات العاليه، كم فريم ممكن يعطيني الشاشه الصغيره ذي؟ اذا كانت 1080 هو النحيف خلينا نقول احسن. 1080 راح يعطيك 120 فريم. 120 فريم. يس. اوكي انحلت جميع مشاكلك. يس يعني هذا بيصير. هذا تخيل هذا الشيء الحين الصغير ذا. ايه جيمنج لابتوب خلاص. وما شفتوا هذا الماكس كيو، تصميم جديد من شركه انفيديا اللي راح يكون في اللابتوبات الجديده. كفاءه اعلى ب 70% من العاديات. ودرجة حرارة أقل. وأيضاً إيش قلنا عمران؟ الصوت أهم شيء. وأنحف وأخف كمان هذا المهم. أخف طيارة. أخف. ممتاز. طيب. هذا راح يصدر في سبتمبر أو نهاية أوغست في مكتبة جرير أو نقول واف أو فيرجن. فيرجن.
اونلاين وتروح تشتري منهم. اذا عندك اي اسئله او اي يعني استفسار في الموضوع اكتب الكومنت تحت وراح نرد عليكم. وعمران بيكون انسان مبسوط اذا تبرعتوا له وشريتوا له الماكس كيو. متى عيد ميلادك عمران؟ ما يمديني اقول. سؤال سري اذا اخاف على عمري. السلام عليكم. خلينا ننهي الفيديو. يلا يعطيكم العافيه على المشاهده. السلام عليكم ومع السلامه. Yeah.